مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي تويو؟ ما هي ميزات تويو؟ ما هي تويو؟ تبدأ تويو كلعبة قتال استراتيجية PvP PvE، لعبة قتال بلوكشين مع شخصيات NFT مستوحاة من ألعاب الطفولة لأجيال عديدة. سوف تتطور تويو باستمرار إلى لعبة MMO في عالم مفتوح مليئة بالمغامرات وآليات الألعاب الجانبية. ما هي ميزات تويو؟ تخيل محاكاة أخرى لعالمنا، حيث تطور المجتمع في اتجاهات أخرى. يسكن هذا الكون الجديد شخصيات متحركة واعية تعيش جنباً إلى جنب مع البشر. تخيل أنك تنتقل إلى هذه المحاكاة، أي استكشاف مناطق جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل، وتكوين صداقات جديدة والقتال في البطولات وهزيمة الأعداء وعيش مغامرات وكسب المال. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.